صيني متطرف اسمه أندريس بريفيك اللي كان قتل 77 شخص، خصوصا ان تاريخ الوقعة بتاعت بريفيك ديت هو نفسه متزامن مع اللي حصل النهاردة مع مجزرة أوسلو الرهيبة. يواخيم هيرمان ده وزير داخلية بافاريا بيأكد وجود شواهد بتقول ان في ان الشاب ده مصاب باضطراب نفسي، والادعاء العام الالماني برضه في ميونخ بيقول انه عنده نوع من انواع الاكتئاب. الحقيقه الكلام اللي خرج من السلطات الالمانيه امبارح كان محدود جدا، رغم ان كان في تكهنات كتير ومعظمها كان خارج من الصحف والمواقع العالميه. لا حصل ضغط على السلطات الالمانيه انها لازم بسرعه تطلع وتدونا وانتوا ازاي ساكتين وتطلعوا لنا نتائج التحقيق زي ما الصحافه سواء بقى المصريه ولا البريطانيه ولا غيرها كانت عماله تضغط على وزير الطيران المدني في كل حادث من الحوادث اللي حصلت، وعملوا يتهموه انت متواطئ وانت بتداري وانت بتخبي. تصريح امبارح من رئيس الشرطه المحليه وبعدين الدنيا وضحت، فوزير الداخليه اتكلم، ثم النهارده الصبح طلعت ميركل واتكلمت وبس خلاص. لا ناس راحت تصرح في الخباثة وتقول احنا مش لا مؤاخذة مخولين نتكلم، ويطلعوا ان هم مخولين في الاخر. هو ده الفرق، هو ده الفرق اللي ما يعملش بلبلة ويبقى شكلنا زي ما بيطلع كده. هقول تاني الكلمة اللي بتزعل ناس كتير مني، امن قومي. في حاجة اسمها امن قومي، لا يزعل مني هيزعل مني، بس الناس دي بتتعامل بشكل حرفي ومهني عشان خاطر ده امن بلدها، فلازم تبقى الكلمه اللي خارجه كلمه محسوبه. لا تتاخر زياده عن اللزوم، ولا تطلع بدري زياده عن اللزوم، ولا تبقى التصريحات متضاربه، ولا يبقى في واحد لا مؤاخذه مخول واحد مش لا مؤاخذه مخول، ما يبقاش ينفع الكلام ده. نرجع لحالنا. وزير الخارجيه سامح شكري في اجتماع بتاع وزراء الخارجيه العرب النهارده اللي معمول في نواكشوت بيقول مصر عايزة تواجه وبتسعى انها تواجه المخططات بتاعت القوى الخارجية في بعض الدول العربية، وبيقول الازمات في سوريا واليمن وليبيا والعراق دي بتعكس ظواهر متشابهة وكلها مترابطة بتراجع دور الدول دورها عمال يتراجع قدام دور الميليشيات والتنظيمات الطائفية المتطرفة ولاعبين من خارج الاطارات الرسمية، وكل ده عشان خاطر الإضرار بوحدة أراضي.